علوت مكانة ورفعت قدرا وأهديت الورى نورا وبشرى علوت مكانة ورفعت قدرا وأهديت الورى نورا وبشرى. أهل منطقة سمنصور وضيوف الكرام، نبارك لكم ونبارك لأنفسنا توفيق الله سبحانه وتعالى لنا بافتتاح مركز سعد بن خالد الفضل يرحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المشروع وهذا المركز إن شاء الله فاتحة خير على أهل هذه المنطقة. نسأله سبحانه وتعالى أن يأتي إن شاء الله هذا المركز بمكوناته الثلاث شفيعا للمحسن الكريم يوم القيامة، وأن تكون دعوات أهل المنطقة والمستفيدين منه نورا له إن شاء الله على الصراط، اللهم آمين. وباسم الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي تعمل في قرغيزيا منذ أكثر من 20 سنة، بفضل الله عز وجل تقدم من خلالها المشاريع الاجتماعية والتنموية والخيرية في أراضي قرغيزيا كلها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. نبارك لكم هذا المشروع الجديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فاتحة خير على أهل هذه المنطقة، وأن يستفيدوا منه إن شاء الله، وأن يرفع عنا وعنكم البلاء عن البلاد وعن العباد، وأن يبارك في أهل هذه المنطقة، وأن يحقق هذا المركز بمكوناته كلها الهدف الذي بني من أجله. وإذا كان المحسن الكريم سعد بن خالد الفضل يرحمه الله قام بما يجب عليه نحو إخوانه المسلمين من إنشاء هذا المركز، بقي دوركم أنتم في إعماره والمحافظة عليه بجميع مكوناته. حباك الله يا ندوة فضلا، حباك الله يا ندوة فضلا، فكنت نذل هم الليل بدرا، فكنت نذل هم الليل بدرا. إذا بالأخذ يفرح كل شخص فأنتم بالعطاء تشدون فخرا، إذا بالأخذ يفرح كل شخص فأنتم بالعطاء تشدون فخرا. لكم منا جزيل الشكر يا من، لكم منا جزيل الشكر يا من، ملأتم بالعطاء الأرض بشرا، ملأتم بالعطاء الأرض بشرا. علوت مكانة ورفعت قدرا وأهديت الورى نورا وبشرا، علوت مكانة ورفعت قدرا وأهديت الورى نورا وبشرا. حباك الله يا ندوة فضلا، حباك الله يا ندوة فضلا، فكنت نذل هم الليل بدرا، فكنت نذل هم الليل بدرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا حنان يا منان، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل هذه النفقة من منفقها. اللهم تقبل من أخينا سعد الفضل يا رب العالمين هذا المشروع، واجعله في ميزان حسناته، واكتب له أجر كل راكع وساجد ومتعلم ومستفيد من المستوصف ومن هذا المركز من كل شيء فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع درجته في عليين، وأن تجعل هذه الصدقة نورا له في الآخرة وعلى الصراط يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أهل هذه القرية، بارك لها في شبابها ورجالها ونسائها وأطفالها، واجعلهم أهل قرية طيبين، أهل قرية طاهرين بك موصولين عن النار مبعدين، ولا تحرمنا بفضلك ومنك وجودك الأجر معهم يا كريم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ألا تحرمنا بفضلك ومنك وجودك الأجر يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين. نسألك يا ربنا أن ترفع البلاء والغلاء عن البلاد والعباد، وأن تجعل قرغيزيا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء بفضلك ومنك وجودك يا كريم. وآخر دعوانا أن أعمالنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار.